السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بومتك. أنا قررت أعمل حاجة غريبة، أنا قررت أعمل سلسلة حلقات بلاي ليست جديدة، معرفش لسه هسميها ايه، ولكن المهم إن البلاي ليست دي هتبقى من اختصاص المحتوى المخالف. يعني هركز في المحتوى المخالف، هركز في حقوق طبع النشر، هركز في ازاي تكسب فلوس كويسة من المحتويات المخالفة، هركز في ازاي تكسب فلوس سريعة من اليوتيوب وتسحب $100 دول في اقصى سرعة في محتوى مخالف. عارف ان الموضوع هيزعل ناس كتير، هيقولوا انت كده بتحفز الناس على ان يعملوا حاجات غلط، حاجات وحشة، مش عارف ايه. انا بتكلم يا جماعة على المحتوى المخالف اللي هو زي اهداف كرة القدم، وما اعتقدش ان ده حاجة حرام. الافلام العادية وما اعتقدش برضو ان ده حاجة حرام. استخدام الناس للطرق اللي انا بقولها او الطريقة اللي انا هتخطى بيها حقوق طبع النشر والحاجات دي، استخدام الحاجات دي في حاجات وحشة او حاجات تغضب ربنا، فدي حاجه مش مسؤوليتي. تمام، انا بس بقول على الطريقه واللي عايز يستخدمها يستخدمها. طب اقول لك على حاجه، ممكن يكون في حد تعبان مثلا، حد بابا تعبان او مامته تعبانه ومحتاج فلوس، ومحتاج فلوس ضروريه جدا ومش عارف يعمل ايه، ممكن يجرب اللي انا هعمله النهارده ويحقق $100 او $200 او $500، يوصل له اكتر من كده كمان. الناس طبعا الناس بتتكلم ان انا بتكلم في حاجات خياليه عمرها ما هتحصل، لا حصلت معايا، حصلت وحققت اكتر من $100 في يوم واحد من اليوتيوب، ولكن القناه اتقفلت الحمد لله. يعني لولا ان القناه اتقفلت والله ما كنتش عملت قناه مستر بومتك يعني. تمام، فانا بقول لك الموضوع ده مش خيال، الموضوع ده الحقيقه. تقدر تكسب في اليوم $100 عادي جدا، تقدر تكسب $500 في الشهر عادي جدا من اليوتيوب، ممكن تعدي $500 كمان في الشهر. انا بقول لك الموضوع بسيط جدا، اللي يستخدمه في حاجات في الخير، حاجات كويسه، حاجات للربح العادي، ده تمام، ده تبعنا الحمد لله في كل حاجه. اللي يستخدمها في حاجات تانية دي مش مسؤوليتي. تمام يا شباب، بس يبقى انا كده هعمل بلاي ليست فيها فيديوهات للمحتوى المخالف، ازاي تتخطى حقوق طبع النشر لاي حاجه. تمام، هبدا النهارده بالتخطي حقوق طبع النشر للمباريات كره القدم النهارده، لاهداف كره القدم بالذات. تمام النهارده. طيب تاني حاجه هقول لك ان شاء الله في الحلقه يعني الجايه، هقول لك على استراتيجيه ازاي تجيب ملايين المشاهدات، ملايين المشاهدات في قناتك المخالفه. تمام، المخالفه معناها ايه؟ معناها يا اما مخالفه لكره القدم يا اما مخالفه للافلام، هما دول المحتوى المخالف اللي انا بتكلم عليه، اي محتوى مخالف تاني لا. خلينا نبدا النهارده في اول درس في المحتوى المخالف، وهو تخطي حقوق طبع النشر. ازاي تقدر تتخطى حقوق طبع النشر؟ عن طريق برنامج كامتازيا ستوديو. الموضوع بسيط جدا جدا جدا، ده هدف. تمام، ده هدف على ايه؟ حقوق طبع النشر. انا اول حاجه اقفل الصوت عشان مش عايزين نسمع اصوات. تمام، يعني عايزين الهدف كده من غير اصوات. خلينا كده نبدا، ركز معايا في اللي هعمله جدا، سيب كل اللي في ايدك وركز معايا في اللي هعمله. بدانا كده لحد دلوقتي مفيش اي خطوره عليك. تمام، لحد دلوقتي مفيش اي خطوره. تمام، لحد دلوقتي مفيش اي خطوره، بدات الخطوره. نرجع ورا كده وهو بيشوط في الحته دي كده يا شباب، هتقوم داخل على دي وعامل كده. تمام، بالشكل ده كده. تمام يا شباب، تمام، عمل شوت. تمام، هو شوت اول حاجه دي، بس نظبطها كده. طيب بعد ما شوت نرجع نجيبها كبيره مره تانية. تمام، كبرناها، جت الكره مع لاعب تاني. تمام، ده كله لما تكون في منطقه 18. تمام، جت الكره مع لاعب تاني، تعمل كده، بصاها، وقف وتقوم مرجع تاني وعامل كده، بصا تقوم مراجع تاني وعامل كده. تمام، مش بالظبط يعني كده، داخل الجون، وقف هنا. عايز تقطع الجون من اول هنا وتنزله عادي، عايز تكمل الجون عادي. لكن ازاي بقى هتكمل الجون؟ هتكمل الجون عادي خالص، جماهير عادي جدا، عادي على الجماهير، بس هنا هترجع ورا من قبل ما الصوره تيجي عليهم هم. تمام، والصوره لسه على الجماهير، وقف عامل زوم. ايوه بالظبط، الصوره تيجي كده، الصوره على اللعيبه من قريب لازم تيجي كده، ما ينفعش تتغير عن كده. الصوره على اللعيبه من قريب لازم تيجي كده، ما ينفعش تتغير عن كده. تمام، بص، اخطر حاجه في الدنيا هي الصوره على اللاعب، ان الصوره ما تجيش على اللاعب، الصوره ما تجيش على لاعب ابدا.
تمام، الصوره ما تجيش على لاعب، هو ده اللي خليك تهرب من حقوق 18. هي هو ده السر من الاخر، هو ده السر، الصوره ما تجيش على لاعب. هتقول لي طب ما كان الهدف باظ كده، الهدف عمل كده، الهدف حصل فيه كذا، انت ممكن تعمل كده عادي تمام، اهم حاجه الصوره ما تجيش على وش لاعب تمام، عادي من اللي جنب كده بتبقى عادي تمام، تقوم نازل برده كده تمام، بحيث ان ما تجيش برده على وش اي حد بالشكل ده. شباب هي دي طريقه بسيطه جدا ازاي تهرب من حقوق طبع النشر في الاهداف تمام. اعاده الهدف ممكن تجاوب بطريقه جميله بالشكل ده، مثلا الكره اترفعت هناك، تقوم انت جايب الكره كده تمام، وهو بيشوط قوم نازل بيها كده، وهو ده بيباصي تقوم رايح بيها كده، وهو ده بيباصي تقوم مقرب على ده كده بالظبط. وبعد كده وهي بتتشاط يعني تمام، يعني ترجع وهي بتتشاط تقوم رايح عند الحارس. هتقول لي طب ثانية كده، هو يعني الناس ليه مجبرة ان هي تشوف اهداف بالشكل ده؟ هقول لك اول حاجة، الاهداف دي تبقى حصرية عندك على القناة بتاعتك تمام، لو قناتك ليها علاقة بالكورة الاهداف لما تكون حصرية عندك الناس هتجبر انها تشوفك، لان انت الوحيد اللي منزل هدف، ده اول حاجة. تاني حاجة، الفيديو بتاعك لو طلع ترند فاعرف ان يعني مبروك عليك، مليون مشاهدة، 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون، انت وحظك تمام. ده لو الفيديو بتاعك طلع ترند، ازاي الفيديو بيطلع ترند دي ممكن نتكلم عليها في حلقه لوحدها، بس اولا اول شرط لازم الفيديو يكون حصري، عشان يطلع ترند لازم الفيديو يكون حصري، والاهداف هي اسهل حاجه ممكن تطلع ترند، اسهل حاجه الاهداف. الفيديو الهدف اللي انت قدامك ده اللي انا مشغله حاليا ده ترند تمام، كان ترند او يمكن لحد دلوقتي لسه ترند على مصر. فانا بقول لك الاهداف دي اسهل حاجه ممكن تطلع تمام. هتقول لي طب القناه اللي منزل الهدف ده ازاي مش عليها حقوق، وازاي الهدف ده انت جبته على يوتيوب ومش عارف ايه الكلام كله، ان القناه دي هي دي ام سي سبورت، وهي هي القناه اللي نشره الهدف على التلفزيون، وهي القناه اللي نشره الهدف على اليوتيوب، يعني ليها قناه على اليوتيوب فنشر الهدف. هنشوه الهدف شويه، ولكن لما يكون الهدف حصري اعرف الناس هتشوفك تمام. ازاي تقدر ترجع بقى الصوره عادي جدا، وترجع الصوره كده مثلا ترجعها بتضغط شيفت وترجعها عادي جدا تمام، او ترجعها من هنا، الموضوع بسيط يعني ثانيه واحده تروح عند دي واعملها فيت مش مظبوطه. طيب تمام خلاص هنصغر تمام بس، وترجعها عادي جدا بالشكل ده لو عايز ترجع الصوره. طيب تنصحنا بايه يا مصطفى؟ ايه الدوريات اللي احنا ممكن لو عندنا قناه مخالفه نعمل عليها فيديوهات؟ ايه الدوريات اللي احنا ممكن نستخدمها؟ الدوريات اللي هنستخدمها مثلا اول حاجه الدوري المصري تمام، بس ما تحاولش تجيب يعني ما تحاولش تاخد بث مباشر من قناه زي دي ام اس سبورت، ما تحاولش تاخد بث مباشر من قناه زي اون سبورت، القنوات اللي ليها قناه على اليوتيوب ما تحاولش، ممكن تهرب من حقوق طبعا النشر بس ما تحاولش. ليه تتعب نفسك؟ في قناه اسمها نايل سبورت، دي خاصه بالمصريين، انا بتكلم مصريين على الدوري المصري تمام. القناه دي بتنزل بتجيب اهداف او يعني ليها بث مباشر على الانترنت، ممكن تخش عليه وتجيب الهدف ومن غير ولا حقوق طبعا النشر ومن غير اي حاجه، وتنزل الهدف عادي جدا تمام. ما انا بقول لك يعني الموضوع بسيط جدا جدا جدا. في مثلا لو عايز تروح لدوري اصعب شويه روح الدوري الايطالي تمام، في قنوات في الدوري الايطالي ما عليهاش حقوق طبع ونشر، لكن ما تتعبش نفسك برضو في الكلام ده كله، وحاول تطبق الطريقه اللي انا طبقتها النهارده على الدوري الايطالي. لو عايز دوري اصعب سنه روح للدوري الانجليزي. هتقول لي طب فين الاسباني ودوريات تانيه؟ هقول لك لا، دوريات الدوري الاسباني من اصعب الدوريات ممكن تهرب منها بحقوق طبع ونشر تمام. ناس كتير قالت لك الدوري الاسباني سهل، انا بقول لك الدوري الاسباني اصعب دوري تمام. هو الدوري الانجليزي ممكن تهرب وممكن تجيب مشاهدات عاليه جدا، لكن برضو المشكله في اليدوي، لو حد عمل فيك مخالفه يدويه، والمشكله الناس دي كتير قوي في الدوري الانجليزي، عشان كده بقول لك ابعد عن الانجليزي وابعد عن الاسباني تمام. خليك في الايطالي، خليك في المصري، خليك في الجزائري، خليك في التونسي، خليك في المغربي، الدوريات دي بتجيب مشاهدات موت وحقوق طبعا النشر بتاعتها قليله جدا. طيب خلينا نشوف الهدف بقى عامل ازاي تمام، لحد دلوقتي لسه مفيش اي خطوره. طيب تعال نشوف، جميل، ما كانش الصوره على وش حد لسه، الكره اتباصت، الكره اتشاطت، الكره اتلعبت تمام، لحد دلوقتي لسه على ناس اهي، ما جاش صوره ولا لاعب تمام، ما جاش صوره لحد دلوقتي ولا لاعب. دي حاجه جميله جدا يا شباب، وحاجه بسيطه جدا، ويعني
محدش يقول لي مش مضمونه او ازاي نهرب كده ومش عارف ايه وايه الطريقه دي والغرابه في كده والكلام ده كله، انا هربت منها من الدوري الانجليزي، كان ماتش تشيلسي تقريبا وعملتها وهربت منها من الدوري الانجليزي. تمام، انا كان عندي قناه مخالفه لو مش فاكر حكيت لكم على الموضوع ده قبل كده، للكوره، وزي ما قلت لكم كان ارباحي جميله جدا. هقول لك ازاي تضاعف ارباحك طبعا، هقول لك على الكلام ده كله، لكن ابدا اعمل قناه كوره، ابدا اعمل الكلام ده كله، ابدا طبق الحاجات دي كلها. انا هقول لك على كل اللي انت محتاجه انك ازاي تعمل قناه كوره ناجحه. تمام، بس هي دي كل حاجه بس هقولها لكم في حلقه النهارده. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. فيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب القناه، وما تنسوش تعمل شير للفيديو عشان الناس تعرف ازاي تقدر تهرب من حقوق طبع النشر. لذلك مرة هقول لك اعمل سبسكرايب القناة عشان نوصل لل 4000 مشترك ان شاء الله في وقت قريب. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، عملت فيديو جميل جدا عن المايك اللي انا بستخدمه، فيديو جميل جدا ان شاء الله ترجع تشوفه. كان معكم مصطفى من قناة مستر بوتيك مرة تانية، شوف شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.